السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميزة كيس. رجعنا لكم مقطع جديد سلسلة تجربة الشخصيات. اليوم بنجرب كوكو ألترا إنستينكت، واللي هو كوكو الغريزة الفائقة المتقنة اللي بغى يقتل جنون. ويلا نبدأ. هذا الصف الأول؟ لا، بالثانية. سمعت ذاك الصوت دن دن، هذا اللي يخليه يخوف. المهم نخليه ضد مين؟ ابي شخصية يعني، يلا بنخليه ضد اوكي ضد كيف ذا السوبر والله صوت كبلة بالانجليزي مرة خايس. شذا للحين ما جربت كبلة. زينو يتكلم في هذا الماب. قلت القوة اول مرة زينو يتكلم. طيب يلا نجرب الحركات. هاي التعبي والله مرة سريعة. صبر صبر اقوى. اقدر اعلق عليها ودمجها والله مرة عالي. بس ليش الهيلث والستامنا مرة طايحين؟ يمكن عشان الكي ولا ضربات صبرتك. كثرت لما يضربني تروح استمنى كافي. كم يوم مها معروفة اعرفها. ساتر ليش الدم يتخط. الكمبوات حتى ما قدرت اجربها. غريزة. ايش كومبو الكامل حق ذا مربعات. كبلة شوية يعني قوي، خلي شخصية اقوى عشان احس الغريزة قوي بشكل طبيعي. جرن واضح انه قوي مرة، لكن في شخصية نفسي اخليها ضدي. This is Super Saiyan Rose and Goku Black. يلا. أكل كم جربتها مرة حلو والله. ضبط على الغريزة حلو. مسكة نفس مسكة قجتها السوبر سنفر حلوة. اي صح الكومبو الاخير. لازم استعمل متبوست شباب. ابي يا اخي روز هذا ما يخليني اجرب الكومبي. اوكي ما يحتاج، خلني بالالتمت. لحظة يا الله يا الالتمت. يرمي كورة بعد هذه. اوكي اقوى من روز كوكو بلاك. وذا حلو جا دور بيروس. وينك يا بيروس؟ والله حتى صوت يخوف شوية. كوكو يلا الحين
كل اللقطات شباب مقصوصة. ويلا بقص هذه اللقطة لبداية الجيم. اوكي يا شباب رجعنا لكم. الالتمت بعد الالتمتات ما جربتها زين. نعبي بدي نكسر ستمنة الحين لك، ولا بيختفي يختفي بيصبي عليه ثرو بيرس تقوي. اوكي الحين اقدر اجرب الالتمت زين مع كل الدامج هذا بدون لمت بيرست القوة الكاملة. احا اح ما درت في انفجار. صبر كم يا مهان انهي. اوكي تقريبا كل شيء جربناه بالغريزة الا كيبلاست اللي لما يعلق على دائرة بس اعرفها ما يحتاج. واذا وصلنا لنهاية المقطع يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك. الاضافة تقييم الجوكو والغريزة 9/10 عشان الهيلث والستامينا. لو انهم عاليين هيلث والستامينا كان قيمته 10. وكذا وصلنا لنهاية المقطع، مع السلامة.